دع القدر يتلاعب به، أصبح مهرجا ثم مت. كانت هذه لعنة ريجي التي لعن بها ميغومي قبل موته في الفصل 173. فهل لهذه اللعنة علاقة بنهاية ميغومي وكلمات سكونا له في الفصل 9 من المانجا، وما هو مصيره بعدما فقد الرغبة بالحياة؟ ربما الشق الأول من لعنة ريجي دع القدر يتلاعب بك قد تحقق، بعد أن قاد القدر ميغومي ليقوم بالقضاء على أعز الناس لديه وكل ما لديه في هذا العالم، أي أخته تسوميكي ومعلمه جوجو. بعد الفصل 251 ربما قد يكون الشق الثاني من اللعنة قد تحقق، بحيث أن ميغومي حاليا يعتبر فاقدا للأمل، عزل نفسه وفقد رغبته في الحياة رغم جميع التضحيات التي يقوم بها الكل لإنقاذه، وأصبح الكثيرون من الفانز يصفونه بالمهرج أو الأميرة النائمة والعديد من الألفاظ. سنعود لهذا الموضوع فيما بعد، لأن البعض لا يزال لا يفرق بين ما عاناه يوجي سابقا وما يعانيه الآن ميغومي. فوشيغورو ميغومي قد يكون من الشخصيات المكتوبة لأجل شخص واحد آخر، حيث توجد العديد من القصص تكون فيها شخصية ما متعلقة بالشخصية الأخرى لحد الموت من أجلها. بالنسبة لميغومي كانت تسوميكي محركه ودافعه، أي كانت القاعدة التي ترتكز عليها حياته، فإن هوت القاعدة تهاوى كل شيء. ميغومي كان الشخصية التي تحطمت دفعة واحدة، بينما يوجي كان أكثر من عانى نفسيا، فكلما فقد شيء كان يجد شيئا آخر يتماسك به، لأن شخصيته وتفكيره مختلف عن ميغومي، وقد يكونان متعاكسان لكنهما غير متناقضان، لأن كل واحد منهما يفهم الآخر ويكمله. بالنسبة ليوجي قد تحطم على دفعات، وحينما كان في أعماق اليأس وجد تودو بجانبه وساعده على المضي قدما، بعكس ميغومي الآن الوحيد التائه والفارغ. الشخصيات مثل فوشيغورو ميغومي التي تتحطم دفعة واحدة غالبا ما تتم كتابتها على أنها فقدت شخصا عزيزا عليها، إما على يدها أو أمامها. هناك من يسعى للانتقام وهناك من يتحطم على حسب العزيمة التي لديه، وما حصل مع ميغومي ترتب عنه صدمة نفسية قاسية، والصدمة هنا أنه هو سبب موت أخته وهو من قتلها أيضا. لذلك صار ميغومي الآن شخصية تائها فاقدة لمعنى الحياة، لا دافع له للمضي بعدما فقد أساسه، يستحيل عليه أن يعود إلى الحياة أو يرغب بها، ويستحيل أن يواجه حقيقة أنه هو من قتل أخته، وصار من الصعب عليه أن يعود إلى عالم تسوميكي غير موجودة فيه. لا يمكننا يا أصدقاء مقارنة جومبي وسكان شيبويا بالنسبة ليوجي وتسوميكي وما تمثله لميغومي، فغالبا مثل هذه الشخصية تكون نهايتها الموت أو العودة للطريق الصحيح بتدخل شخصية ما تفهمه وتفهم معاناته. وفي هذه الحالة لدينا يوجي، هو الوحيد القادر على إنقاذ ميغومي أو بالأحرى إنقاذ روحه الغارقة في الندم. وهنا يا أصدقاء سنعود للشق الأخير من لعنة ريجي والتي لم تتحقق إلى حد الآن، أي موت ميغومي. بالنسبة لي لو فعلا كانت اللعنة موجودة، فهذا ربما سيقودنا إلى بداية القصة وتحديدا للفصل 9، حينما قال سكونا لميغومي أن يوجي لا يملك الجرأة لقتل نفسه. فهل ستكون هذه الكلمات يا أصدقاء دافعا لميغومي بعدما يعود لرشده ويضحي بنفسه ليموت في النهاية هو وسكونا؟ لا إن هذا لا تركض وامشي بعزم متى